حقائق ومعلومات عن سياماند وشهد. أولاً، حقائق عامة عن الزوجين سياماند وشهد. تزوج سياماند وشهد بتاريخ 28/10/2017 ميلادي بعد قصة حب دامت أكثر من سنة، حيث أنهما تعرفا على بعضهما البعض عن طريق الصدفة. وجاءت فكرة إنشاء القناة من شهد، حيث أنها طرحت الفكرة على سياماند الذي بدوره وافق عليها، خاصة أن الزوجين يعيشا في السويد وكان ينتابها بعض الملل والروتين والجمود بسبب الوحدة، خاصة أن الجو البارد في السويد يجعلهم يقضون وقتا طويلا في المنزل مما يؤدي إلى وجود وقت فراغ كبير. ويعتبر الزوجان أن إطلاق القناة أعطى لحياتهم رونق خاص وأضفى عليها نوع من الأكشن والمرح والتحدي والجمال وكسر الجمود والروتين، وبدأوا بفيديوهات المقالب والتحديات. ويعتبر مقلب شهد بالكتابة على سيارة سياماند من أبرز المقالب في بداية إنشاء القناة. أكد الزوجان سياماند وشهد أنهم لم يفقدوا الخصوصية لأنهم لا يخرجون كل شيء في القناة، وأن الذي يظهر على القناة هو فعليا ما يريدانه أن يظهر وأن يشاهده المتابعين، وأن هناك أمور عائلية وأسرار خاصة لا يطلعون متابعيهم عليها. عاش الزوجان فترة طويلة في دولة السويد، ولكن قررا ترك السويد ليعيشوا في بلد آخر، وقد كانت خياراتهم في اتجاه العيش إما في إسبانيا أو دبي أو السعودية. وقد جربوا العيش بأسبانيا بضعة أشهر، وجربوا العيش في دبي 3 شهور، ولم يحسموا قرارهم بعد. يقومون بالتصوير في وقت الفراغ، أي الوقت الذي لا تنشغل فيه شهد بالدراسة وأعمال المنزل، ولا ينشغل فيه سياماند بالعمل. ومثل أي زوجين تحدث بينهم مشاكل، لكن سياماند وشهد يؤكدون أنها لا تطول وسرعان ما يتصالحا. قرر سياماند إيقاف عمل المقالب بشهد بسبب حملها حتى لا يحدث أي مكروه للجنين. ثانياً، عن سياماند. سياماند شاب سوري كردي، ولد في سوريا بتاريخ 18/9/1986 ميلادي، ويبلغ سياماند من العمر 34 عام، ويعتنق الديانة الإسلامية. وسياماند هو خال اليوتيوبرز الكردية المشهورة نارين بيوتي. لدى سياماند 10 من الإخوة والأخوات، 6 أخوات و4 إخوة. والد سياماند ووالدته ما زالوا يعيشون في سوريا، أما إخوته وأخواته متفرقون في بلدان مختلفة وبعيدون عن بعضهم. واعترف سياماند أنه رسب في المدرسة في الصف الأول المتوسط، وقد عاش في سوريا وكان يسكن في مدينة حلب ويعمل في محل لبيع الملابس. وأنهى دراسته لمرحلة الثانوية العامة في سوريا، وخرج من سوريا بسبب الأحداث الداخلية المؤسفة، ولم يكمل دراسته وانتقل للعيش في السويد عام 2013 ميلادي. لديه وظيفة في الشؤون الاجتماعية مع الأطفال القصر. لديه وظيفة أخرى رفض الكشف عنها. ولا يعتبر سياماند اليوتيوب وظيفة رغم أنه يدر عليه المال، وإنما للتسلية وملء وقت الفراغ. ويذكر أنه قام بإجراء 3 عمليات جراحية في حياته، منها عملية الجيوب الأنفية، ولديه 7 أوشمة في جسمه. وأكثر ما يكرهه في زوجته شهد كثرة إلحاحها. لا يتحكم بمكياج شهد، ولكن إنه يتحكم بملابسها أحياناً، وذلك وفقاً لما صرح به الزوجان في أحد الفيديوهات. سياماند هو صاحب فكرة إلباس شهد فستان الفرح والمشي به في السوق في تحدي لو خيروه. قام سياماند بعمل مقلب الخيانة الزوجية في شهد، والسبب كما يقول من أجل أن يتأكد من حب زوجته له. وكان لديه قرار بتأجيل إنجاب الأطفال إلى ما بعد تخرج شهد من الجامعة حتى تتفرغ زوجته للدراسة بشكل جيد. ثالثاً، عن شهد. هي فتاة عراقية ولدت بتاريخ 11/7/1996 ميلادي، وذلك في مدينة بغداد عاصمة العراق. وتبلغ شهد من العمر 24 عاماً، ولديها 6 من الإخوة والأخوات، 3 أخوات و3 إخوة. وتعتنق شهد الديانة الإسلامية، تخصصها الجامع الخدمة الاجتماعية، درسته في إحدى جامعات السويد، وقد تخرجت منه بداية عام 2020 ميلادي. خرجت من العراق بعد الحرب، وبسبب الأوضاع غير المستقرة عام 2007 ميلادي. كانت شهد تعيش في الإمارات وهي في عمر 12 سنة، لكنها لم تزر إمارة دبي. وقد عاشت شهد أيضا في مدينة دمشق السورية فترة من الزمن، وبذلك تكون قد سكنت كل من سوريا والإمارات والسويد وإسبانيا والعراق. تعرفت على سياماند وهو في عمر 29 عام. تملك شهد صوت جميل، وغنت أغاني سبيستون مثل ريمي وماوكلي. لم تقم بإجراء أي عملية جراحية في حياتها. موعد ولادتها كما حدده الأطباء كان في 11/6/2020 ميلادي، ولكن شهد وضعت مولودتها الأولى في بداية شهر 7/2020 ميلادي. لم ترسب شهد في أي مادة دراسية على مدار تاريخ حياتها المدرسية والجامعية.
طولها 165 سنتيمتر. أكثر ماركة ميك أب تحبها شاهد هي هدى بيوتي. الحيوان المفضل لشاهد هو القطة. الأكلة المفضلة الدولمة العراقية. أكثر شيء تكرهه بالأكل البصل. تعترف شاهد أن خطها غير جميل في اللغة العربية. صبغت شعرها 7 مرات بألوان مختلفة. لا تمتلك أي صديقة مقربة. لا تعمل في أي وظيفة حاليا. وقد تحدثت أنها ستخرج للعمل بعد تخرجها من الجامعة. أكثر عادة تكرهها في سيامان عادة التدخين والفوضوية. كانت شاهد تفضل أن ترزق بمولودة، وفعلا رزقها الله بأنثى. قامت شاهد بإرغام زوجها سيامان على لبس بجامة نوم وحمل وسادة النوم والمشي بها بالشارع، وذلك انتقاما منه على إلباسها فستان الفرح ومشيها به بين العامة. رابعا عن قناتهم، قناة سيامان وشاهد من أنجح القنوات في الشرق الأوسط، وقد ساعدتهم نارين بيوتي كثيرا في البداية وعملت على دعم القناة. تاريخ الانضمام لليوتيوب 16/9/2018 ميلادي. عدد المشاهدات تجاوز أكثر من 400 مليون مشاهدة. عدد المشتركين وصل إلى أكثر من 4.5 مليون مشترك. عدد المقاطع المرفوعة أكثر من 100 مقطع. الفيديو الأكثر مشاهدة في قناتهم هو مقلب الخيانة الزوجية الذي وصل إلى أكثر من 32 مليون مشاهدة. بدأوا العمل على يوتيوب عام 2018، وكان أول فيديو عن تحدي المكياج والفرق بين الشباب والبنات، وقد رفعوه بتاريخ 17/9/2018 ميلادي. ووصلت قناتهم عام 2019 إلى أكثر من 2 مليون مشترك. حصدت قناتهم في أقل من سنة 2 مليون مشترك. حصلوا على الدرع الفضي بتاريخ 1/10/2018، وحصلوا على الدرع الذهبي بتاريخ 3/7/2019. وفي عام 2020 وصلت القناة إلى أكثر من 3 مليون مشترك. أرباح القناة من 15 إلى 50 ألف دولار شهريا. وفي نهاية الفيديو لا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل شيء جديد قناة ألوان تيوب.